شاطرين. شايفين المفرش اللي قصادكم ده؟ مفرش لاسيه معمول بالخرز، انا عاملاه بالخرز كله، مش مستخدمه فيه غرزه العمود ولا حاجه، ومستخدمه خيط الاصفر ده اسمه خيط السرمه زي ما انتوا شايفين. ده بيطرزوا بيه، هو شغله بيبقى لحد ما مش سهل شويه، فما حبيتش لسه ابدا لكم بيه، لكن هو شغله بيبقى في منتهى الروعه زي ما انتوا شايفين هنا. هو انا عامله دي غرزه اسمها غرزه اللاسيه، بس انا بفتح الغرز، في ناس بتضيقها شويه، في هنا غرزه قشره السمكه، في غرزه الشطرنج، يعتبر انا عامله في غرزه عش النحل، يعتبر انا عامله معظم الغرز. طب احنا هنعمل ايه في المفرش دوت؟ هنحاول نحط له بطانه من تحت، في ناس بتحطه كده زي ما انتم شايفينه من غير اي بطانه ولا اي حاجه، هو شكله لطيف، بس انا بحب يعني احطه في المفارش اللاسيه اللي انا بستخدمها بطانه من تحت. التانه دي ده اسمه ستان بطانه، يعني بيبقى اخف شويه من الستان العادي، وفي ستان تقيل، فانت زي ما بتحبي اشتغلي. الاول انا هثبت المفرش بتاعي بدبابيس عادية زي ما انتوا شايفين كده، هحاول اثبت في الاتجاهات دي. المفرش بتاعنا هنعمل ايه؟ هنجيب الابرة فيها خيط السرمة. ميزة الخيط السرمة ده ان احنا لو اشتغلنا من فوق بيدي لون ذهبي كده، فبيدي برضو جمال للمفرش. الابرة من فوق كده في الجزء ده خالص، احنا قلنا الشكل ده الخيط ده حتى لو بان مفيش مشكلة. نحاول
انتوا شايفين احنا ثبتنا المفرش اللي هو الجزء ده وادانا من ورا، بقى التقفيل عامل كده. يعني احنا عملنا الجزء ده اهو، تمام. هنعمل ايه بعد كده؟ احنا عملنا اللي في النص، هنيجي نعمل اللي من فوق، هنثبته نفس الحكاية. يبقى احنا هنثبت كده في النص وهنثبت من فوق. بص انا بشتغل ازاي عشان الخيط ما يبانش. هو لو باين برضو ما فيش مشكلة، ان الخيط ده ذهبي فبيدي شكل حلو. بدخل بالابرة كده وبطلعها، اروح داخله بالابرة اللي هي مسافة قليلة جدا واطلعها، وافضل شغالة كده على طول.